أخ علي، أنت تدري بعد 2003 أصبح السوق العراقية حرة مفتوحة، صحيح، وبإمكان المواطن يبيع بالسعر اللي يحق للمواطن يشتري بطريقته الخاصة، بإمكان أي مواطن يشتري وفق السعر الموجود. أنا داعس لك سالم محمد لأن الناس تسأل هذا السؤال. الأزمات، فأنا هاي نقطة جدا مهمة اللي ذكرتها وأشكرك. تفضل. أنا راح أجيك بجواب. احنا بالفتره الاخيره صار مقترح من خليه او فريق الاعلام الحكومي انه لابد من ان تقوم وزاره التجاره والتخطيط والزراعه والصناعه بايجاد اليه لموضوع الاسعار بالسوق المحليه بدلا من عدم وجود تسعيره رسميه. احنا حقيقه الرقابه التجاريه والماليه في وزاره التجاره والاخوه في دائره التجاره المنظمه والامن الوطني عندما نطلع على اي منطقه نلقى بها اسعار غاليه، ماكو قانون يخلي القاضي يصدر قرار على هذا الشخص. هسه الاخوان حمايه المنتج بدنا نستغله حتى نروح للقضاء نشتكي على الاسعار. احنا الان في دائره القطاع الخاص في وزاره التجاره وضعنا اليه وبالتنسيق مع وزاره التخطيط ووزاره الزراعه ورفعنا مقترح للامانه العامه لمجلس الوزراء بتحديد سعر من 7 إلى 10 مواد اللي هي تمثل حاجه المواطن العراقي. الان لجنه من 4 وزارات تدرس هذا الموضوع وستضع يعني آلية للمصادقة عليها من قبل المجلس الوزاري الاقتصاد. وحقيقة أنا يعني أعود إلى أنه تقرير حضرتك ليش صار بكركوك، لا هو كل المحافظات العراقية عندنا بها جهد رقابي كبير سواء لوزارة الداخلية الجريمة المنظمة والرقابة التجارية في وزارة التجارة، ودخلنا على اللحوم والأسماك والدواجن ولدينا إجراءات بعضها قانوني والبعض الآخر يتم التنسيق والتعاون لتخفيض الأسعار. بالجهة الأخرى احنا عندنا مواد أخرى في منافذ وزارة التجارة هي بأسعار الكلفة بأسعار مخفضة، بالتالي احنا عملنا في أكثر من اتجاه، باتجاه أولا استخدام الإجراءات القانونية، الفرق الرقابية سواء كانت تابعة للتجارة أو لوزارة الداخلية، وبالجهة الثالثة احنا دفعنا بمواد غذائية بمستوى كبير جدا على مستوى المنافذ وزارة التجارة. أنا أجد تحديد الاسعار مهم جدا. بس سامحني همينا بالتقرير سمعنا القصاب يقول لك انت تفرض علي 12000 كيلو لحم العجل، كيلو لحم العجل تكلفه علي 13000. هسه هذا الرجل انا ما قاعد يمه واقدر اكد لك المعلومه، بس انا اقول لك انه اكو ناس تشكي انه يقول لك انا انت ما تسيطر على الداخل، ما تسيطر على سعر الصرف، وهي هاي المشكله. تفضل اخ علي. احنا من نريد نخلي سعر، احنا ما نريد ناذي القصاب لان نخلي سعر خيالي ونقول يابا هو الخروف عليه مثلا ب 400 ونقول له والله بيع ب 7000، مو هيك المنطق. المنطق احنا ندرس اولا اسباب الارتفاع، سواء وزاره الزراعه حتقول ليش سعر اللحوم بهذا الحجم. في موضوع التجاره احنا عندنا الزيت والسكر المواد الداخل عندنا، وراح ندرس سعر البورصه العالميه، دخول المواد الطرق الداخليه والخارجيه، بالتالي ما تكون تسعيره ماخذين عده اعتبارات بها، مو فقط احنا نريد نرهب القصاب ونخفض السعر ولا نريد نروح القطاع الخاص ننهي. احنا بالجهه اللي نعمل على تخفيض الاسعار بس بالجهه الاخرى ندعم القطاع الخاص ان يؤدي دوره بالسوق التجاري. يعني طيب. مو بالضروره نقطع القطاع الخاص العراقي حتى نقول اجهزه الدوله رجعت وايضا وفق نظام الاشتراك وموضوع الاحتكار احنا نشتري واحنا نبيع. طبعا